بايدن في ولاية دلوير اللي هو عاش فيها معظم حياته وكان سنتر عنا لسنوات عشان الأعياد يعني وكذا، ولكن أمس كان في مفاجأة غير سارة، أو يعني بالأصح حادث. Mr. President, why are you losing to Trump in the polls? إني لا ركض ولا جري، تسمر في مكانه وجريوا عليه طبعا السيكريت سيرفيس أو حماية الرئيس ودفوه في السيارة، وردت فعلهم طبيعية يعني ما فهموا هذا حادث متعمد ولا محاولة اغتيال ولا إيش، وأصلا كذا كذا لو هذا حادث فاللي صار خرق أمني بيطير فيه مسؤولين، يعني كيف سيارة قربت قدي كذا أصلا من موكب الرئيس. موكب بايدن طلع عادي في مشواره وفق ما أعلن البيت الأبيض اللي قال إنه بايدن والسيدة الأولى بأمان، والمكان كان تطوق بالكامل. هوية قائد السيارة ما انكشفت، لكن قالوا أنه كان متعاون مع السلطات وأنه سيارته الفضية خبطت سيارة الخدمة السرية اللي هي موقفة في نص الشارع قاطعة الطريق عشان بايدن يعدي. غير الحادثة اللي صارت، لفت الناس السؤال اللي بايدن كان بينسأله قبل الحادث على طول، وفاجأهم ردوا وتوقيت الخبطة بعد جوابه فوراً. Mr. President, why are you losing to Trump in the polls?